بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الغرب والشرق قدموا خدمات للطب كبيرة جدا، سواء الأبحاث الطبية، العلاجات، التشخيص، التقنية، الأدوية وغيرها. وإحنا عندنا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكثير من الحقائق التي تحتاج إلى بحث، لكننا مقصرون في البحث عنها. هناك أغذية وهناك علاجات لكثير من الأمراض اللي نعاني منها اليوم. من ضمن هذه الأمور الطب النبوي واستخدام الغذاء في الوقاية والعلاج. من ضمن تلك الأغذية هي التلبينة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أنها تجم الفؤاد، أي تريحه، وتذهب ببعض الحسن، فهي مؤكدة حتى من خلال الأبحاث التي أجريت في الجامعات الغربية عن طريق مسلمين، تأثيرها الواضح على الحالة النفسية وتحسينها للمزاج. في التلبينة وقاية من كثير من الأمراض، بالذات الأمراض التي قد تصيب القلب والشرايين وأيضا الكلى، فهي أفضل منظف للكلى من الحصوات، وأيضا للجهاز الهضمي لاحتوائها على كثير من الألياف، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى والطاقة، وأيضا كما ذكرنا للجهاز العصبي. التلبينة غذاء شبه متكامل، وهي أفضل من حبوب الإفطار اللي نعطيها للأطفال، لأن فيها كثير من العناصر الغذائية، سواء فيتامينات ومعادن، وفيها ألياف، وفيها سوائل، وفيها طاقة، ولذلك هي ممتازة جدا للأطفال والشباب وأيضا للكبار، بل لكل الأعمار. يعني الإنسان إذا تناولها 3 مرات في الأسبوع، أنا أعتقد أنه سيحصل فوائد كثيرة جدا، وتفيد كل أعضاء الجسم، بالذات كما ذكرت القلب والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وأيضا الجهاز الكلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نعرض طريقة عمل التلبينة، بعض الناس يسميها التلبينة النبوية، وفي الحديث الصحيح رواه البخاري أن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، بمعنى أنها تريح المريض وأيضا تذهب بعض الحزن عن الشخص المحزون. التلبينة تصلح لكل الناس، حتى المرضى، مرضى السكر وغيره وارتفاع الضغط، فقط تقليل العسل لمرضى السكري وتقليل الدهون في الحليب يكون منزوع الدسم، وممكن يتناولها الصغار والكبار، مفيدة للجميع، مغذية، حتى ولو لم يكن هناك حزن ولم يكن هناك شيء يهم الإنسان أو يعني يزعجه، فهي مغذية، بالإضافة إلى أنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تذهب ببعض الحزن. تتكون التلبينة من الشعير والماء والحليب أو الزبادي أو اللبن والعسل، وممكن إضافة المكسرات إذا رغب الشخص في إضافة المكسرات للتلبينة. الآن نبدأ بإضافة الشعير. لو افترضنا أن هناك 4 ملاعق كبيرة، هذه تقريبا تكون الملعقة الرابعة، وتضاف عليها كوب من الماء البارد، ثم يتم خفقها بملعقة خشبية أو ستيل. بعد ما يكون متجانس تماما نضيف الحليب. يفضل إضافة 4 أكواب 3 أكواب حسب الكمية من الشعير، وتم أيضا تقليبها بحيث تكون متجانسة تماما، ثم بعد كذا نبدأ بإشعال النار ما تكون عالية، ثم بعد ما يسخن نخفف النار ونواصل في التقليب لمدة 1/4 ساعة إلى 3 ساعة. الآن بعد مضي تقريبا 20 دقيقة، الآن جاهزة تقريبا. لو كانت غليظة ممكن إضافة مزيد من الحليب، لا يضاف ماء، يعني الحليب أفضل. وبعد كذا تترك لتبرد، ثم يضاف العسل بعد كذا. في كثير من الناس يضيفون العسل على النار، وتعريض العسل درجة الحرارة غير مناسب، فالأفضل أنه يضاف العسل بعد أن تبرد، يعني ب5 إلى 10 دقائق. طبعا إضافة العسل بالكمية المناسبة
في ناس يحبون يضيفون عسل كثير، ما يخالف ممكن يضاف عسل كثير لأنها تحتاج أنها تكون حالية. بعض الناس يضيفون سكر ممكن، لكني ما أنصح فيه. بعد كذا ممكن يضاف مكسرات مجروشة أو مطحونة، أو ممكن يضاف الزعفران أو القرفة. هذا هو الشكل النهائي، ممكن إضافة زعفران أو مكسرات مجروشة أو مطحونة أو قرفة حسب الرغبة، كلها مفيدة، لكن كل ما كانت بسيطة يكون أفضل. على فكرة التلبينة بهذه الطريقة مناسبة جدا للأطفال والكبار، بالذات الصباح، لأنها مغذية ومفيدة وتكفي لتغذية الشخص الشاب أو الطفل اللي ممكن أكبر من 5 سنوات، يعني بديلها للإفطار الصباحي. بصراحة ذقتها ما شاء الله، طعمها لذيذ جدا، أفضل مما كنت أتوقع. فأتمنى إن شاء الله أنها تكون مفيدة للجميع، وبالهنا والعافية إن شاء الله للجميع.